النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال لي عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. قال يا إمام ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها. الله. قال هؤلاء أقوام خلوا بالله فكساهم من نوره